إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى تيجند مفلل أدو فار مصلل كتاخي كنا ينتخير نبيوغوتو كتابين آخران النخونا الورقات لأبي المعالي إمام الحرمين رحمة الله عليه. إذن كمري وكسك نقل ونقل باب العام، من يقرأ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المعلم رحمه الله: العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فساعدا، بقوله: عممت زيدا وعمرا بالعجايا، وعممت جميع الناس بالعجايا. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد من نمر يا كان خام خران. طيب واصل. بالعطايا نجمار كان مهر بالعطايا. ايوه طيب واصل لا اشكال. الاسم الواحد والمعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والاسماء الملحمه كمن في من ياخذ، وما فيما لا ياخذ، واين في الجميع، واين في المكان، ومتى في الزمن، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكره. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز جعل العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طيب إذن الجويني رحمة الله عليه فهم بالأكسف في الأمر والنهي، خصبة بخال الأمر والنهي من دلالات الألفاظ. إذن أي كيف نفلق بينها متعلقة بالألفاظ مهمة جدا، باب العام والخاص. فهم بالأنجرتو ما معنى الأمر وما معنى النهي. إذن كيفك تخطي كنيا متعلق الأمر والنهي، هل الأمر متوجه إلى العموم أو إلى الخصوص؟ وهذا مهم جدا. بس أنجر أمر ورنقصو إما ألوغون تيانا سوال لونا نخو ما كنان تي آخر خيرين تنتي جمانيوغا جمانيوك كنترونو جمانيوك كنترونو نخو عدف إلى ذلك توانو ناتي أنجنا أوامر نواحي نعني في خران النخو في غالب الأحيان عند بك النخو، إما أن يكون عاما أو يكون خاصا أو يكون خاصا. لذلك كباب كن من أهم الأبواب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، وهو باب العموم والخصوص. لذلك أثبتنا الإمام أحمد رحمة الله عليه أتي لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد علينا الشافعي. بمعنى الشافعي معروف من هو الشافعي، فهو مؤسس علم أصول الفقه وأول من ألف في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي، بمعنى أفين أنشف أصول الفقه النغو، وكان عنده عناية كبيرة جدا بهذه المباحث. لذلك إمام أحمد وكبين يوغا فوتو كفلق ما شافعي غارنوي أقروي حقا بيان كتنك عرفنا ننتي كفلقو ساسواتا كيف نتعامل معها. قرآن كده يقول إمام أحمد ابن حنبل. إذا المقصود أن باب بين أنا فن قرآني مخصر. لذلك كيف اللقبان العموم والخصوص توانو يغني الكتاب نجف كيف اللقبان كما. ومن أحسن الكتب التي ألف في هذا الباب كتاب بي قرافي نجرسف القرافي شهاب الدين القرافي المالكي أطول منها العقد المنظوم في العموم والخصوص في مجلدين، العقد المنظوم في العموم والخصوص في مجلدين. كتاب دين قاسفن عن سفن فوتن سكما إلا في العام والخصوص، العام والخاص والمباحث الأصولية المتعلقة بالعام والخاص. طيب إذن وكتاب مبين أولا قبل كل شيء عرف بالعام عجوان عمي يارغنا نتعرف ورن يؤخى أكين غير تعرف ورن إصطلاحا، وإن كان إليك لغاك حيث قال من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء. طيب كمل العام لغة
اسم فاعل من عم يعم، اسم فاعل من عم يعم أي شمل، أي شمل بمعنى نفلو نفلغا نلو. لذلك يقال عمهم عم، أيوة عمهم الأمر يعمهم عموما إذا شملهم، بمعنى أنا فو بدر بدر سواجا أنجرا سسولو أنجرا سرونا نخون كذا أنجرا عمهم خو مؤلف نيمغيركو أجركو أجتي من قولك ديجا مكليسني أنا تي عممت زيدا وعمرا بالعطاء أنا كويه بي كويه بكن عمر دزيد سوكنا رو كويه كن هونا كويه جاري فيليس لوغوا أجري فيليس لوغ كذا أنجرا كمبرا نتا عممت زيدا وعمرا بالعطاء ما كنا دنا تي وعممت جميع الناس بالعطاء بما عند سسوالو بخان قالو انتي سيري سوند باك كيتي كن هو سيري سوند باك كيتي كن هو. إذن كبر هذا من حيث اللغة. أما من حيث الإصطلاح وكذا نقول من جنتي العام ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا. إذن أرانك تعرف كنت سواتيا تعرف كي ليس تعريفا لا جامعا ولا مانعا. لذلك إرادات نمبوكي بندو تعرف كي باتنغا أولا أجتي ما أفوق بيتنا اللفظ حكينة ما. إذا ما كي يرسى سواتا ما كي في حد ذاته من الفاظ العموم، إذا يشمل الألفاظ والمعاني. ما عنا إرينا كوير بالتأكيد ننتي الألفاظ ليس المعاني العموم ليس من المعاني ليس من عوارض العموم، بمعنى عام المعنى أخيم بين الفاظ نمبانا وطوان قد مانا ينترونا نخو إرينا كوير المسألة كي يرسى سواتا يو حاجة ما يرسى سواتا يشمل المعاني والألفاظ. وبالتالي كان إيرادية أتعرف كي كم منا وعليه أحب نقل بقتي عما شيئين فصاعدا قيود نبوق بقنا وصلوا من قريتني أكن دي خنون دي. ولعل قد يكون معذورا لكونه يكتب للمبتدئين، لكونه يكتب للمبتدئين يكمل التعرف بقنا متوانا نبوق بقنا كتاب النخونا ولا كن تعرف الطابا ولا تعرف كشرها ولا وسي حقا تنجب يموتو جوينيم تعرف كم كان تعرف من حينتي اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، دفعة بلا حصر قيدني افكن قيدني كوبي سوغانو يسوسو قيد سوغانو انفوا باغاندين وإن كان أن يتوان يغني نخب قيود يغني يغني نخب قيود يغني يحاكو قيود نسوس سواجا ناوتو أتوان قدي بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر كوسو كوسو مري جوين تعرف كنه كوسو مري جوين أتعرف كنه. إذن التعرف الصحيح أولا هو اللفظ، وهذا مهم جدا، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، دفعة بلا حصر. طيب كبر ورانشكي تعرف كم فن أولا أجتي اللفظ بمعنى خطه لابد يكون لفظا، إذا هناك فرق بين الألفاظ والمعاني. إذا العام بناء على هذا التعريف العام لا يكون إلا في الألفاظ، إذا المعاني لا تترق إليها العموم والخصوص. إذا أتي اللفظ جنس يتناول العام والخاص، وهذا اللفظ قد يكون عاما وقد يكون خاصا وقد يكون مشتركا وقد يكون وقد يكون وقد يكون. لذلك قيودني بيني قال نسا سواتا دائما قيودنك إني تعرف كيف تلا لغاني قال بيتندين إذا فوقني خطان بك. لذلك قلت المستغرق كيف يكون سواتا يخرج مثلا المطلق، مثلا المستغرق بمعنى اللوغون دينا فوفو سوغان قورو غانو خونغا خطي كنا سوا اللوغون، بينما ساسواتا مطلق ليس مستغرقا لجميع ما يصلها. مثلا وين التحرير فتحرير الرقبة إناتي أتوه شائع في جنسه أجت رقبة أرياني كومينتو يخاندو سيربانيغانا كتيتا أوسي خواناتي أكرم طالبا بمعنى النكرة في سياق الإثبات، خوان نكرة في سياق النفي للعموم، كذلك النكرة في سياق الإثبات للمطلق. مثلا أكرم طالبا يا خوتي كن طالبا مع أنه خرال لما تشي سورو أنا خونا
يخلاصك كل طلاب، بل لو أكرمت طالبا واحدا فقط تكون قد امتثلت، تكون قد امتثلت. إذا مستغرق كي يرار فين بغن على مطلق بغن على مطلق بغن عجتي لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح له. إذا أخرج الفوزن بيني أتون قد لا تستغرق، لا تستغرق لجميع ما يصلح، ما يصلح له. عجت بحسب وضع واحد يعني نتر مشترك بغن ينادي رار مشتركين بغن. بس قال مشترك مثلا تجد انه يطلق على هذا وذاك، ولكن ليس بوضع واحد، ليس بوضع واحد، انما هو مثلا يطلق على مثلا القرء، يطلق على الحيض، ويطلق على الطهر. يقال ليس بحسب وضع واحد، بمعنى اساسا ما وضع عليهما في نفس الوقت كاللفظ، اللفظ العام انما وضع، انما وضع لما يستغرق، لما يستغرق له بحسب وضع واحد. اما هذا من حسب وضعك وضع تاره لهذا وتاره اخرى، تاره اخرى لذلك. طيب انك دفعه انك اخرج النكره، اخرج النكره بلا حصر انك اخرج اسماء، اسماء الاعداد مثلا 20، 20 كلمه سواتها 20 يصلح ان يطلق على كل ما فوسر غروان وخشرون كانوا غسروان وخنا يوخا حصر يعني بس خمبانجي يوخا مثلا وقعت الناس خمبانجي وقعت الناس خمبانجي. اذا كبرك تنكي توانو غناتي عادة نيغات غناتي عامونتا لابد يكون لفظا. انا يا خوتي كيخا فوفو سورا غارون خوتي كينو اسوسوالون فوفو دبك فوبك خوتي كي كان حقتها عند التخصيص. كبرك تنكي نحتاج الى ادله، نحتاج الى ادله اخرى. كودو كودو وانا فوق بغاندي، وانا فوق بغاندي نخوم كان دو، كان دو مطلق بغان، مطلق بغمي. لذلك كان تياتو قد مطلق عمومه، حتى المطلق يفهم منه العموم، ولكن عمومه عموم بدلي، بينما العام عمومه عموم شمولي. بدلي من المنحة أولا مثلا أكرم طالبا، ككلمة طالبا الله تنسى سواتها طلاب نكسروان خونا يوخا بدليا باني غنا كيتي انغنا باني فيدتا اسي كوتو كوسو بات يوخا غنا اكرم الطلاب يعني شمولي انسا سواج عمومه شمولي بمعنى غنا باني يوم فيليسك يا درو انغنا كوتو كوتو خنو باقيا انغنا كوتو كوتو خنو باقيا. على كل حال بمعنى لفظ العام يقابله الخصوص والتخصيص خو وغان كينا في الدرس، في الدرس القادم. طيب الان الامثله على، الأمثلة على العموم. مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يعني السارق يدو السارقة عاميا، لفظ عاميا. إذن فوفوس جن سارق يا فوانا يا جن أيو جن ده يخرجنا ينطبق عليه هذا، هذا الحكم. ربما يقرأ تين تخصيصين ونوعا طوعا قد كتنعا كتين تكيبه، ولكن دلتنا خصصا. يخا مثلا كلمة السارق، كلمة السارق ألف لام كبيرانو لماذا؟ للاستغراق، للاستغراق. كبرك تانكي يشمل كل سارق وسارقة من غير حصر، من غير حصر. طيب أجتي يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس كبيرانو سواج ألف لام كبيرانو سواج أكيد ننتي للاستغراق. إذا كبر حل سرنجوني نكونغا بكا كيتا كنو خمبا سرنجوني اللون با لا لا. إذا كبر كده كلمة الناس عامة تشمل جميع الأفراد، سيرس ينطبق عليه أنت إنسان دخل في الخطاب، ينطبق عليه أنت إنسان دخل، دخل في ال، في الخطاب. إذا كبر كخطة كون سواك العام عادة ممكن العموم، العام والعموم ما الفرق، ما الفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ عام كاسم فاعليا، عام كاسم فاعل. اذا وقعت عام نقص وندو اللفظ كيا، وقعت العام وندو اللفظ، بمعنى كتان كي اسم فاعل المقصود به اللفظ. اي اما عموم كي قول لك يا العموم قول لك، بمعنى بمعنى تناول اللفظ، تناول اللفظ لما صلح له. اذا مصدره يعني كين، مصدره، مصدره يعني كين كي خان فاعليا. لذلك انتقد على بعض الاصوليين يغني عام تعريف يكون تيا العموم، العموم هو اللفظ المستغرق. طيب اللفظ المستغرق ليس هو العموم، انما هو
إنما هو ماذا؟ العام. ما أنت كذا كم مساسوات؟ الفرق بين كلمة العام والعموم. وإن كان يسوع بمعنى كذا كي اللفظ كلمة تكون عام. قل لك مساسوات كون هذا اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له كي يتغن عموم مساسوات. كي يتغن العموم. نفس الشيء كلمة العام والعام هو في اللي سواتا سرون يعني إني أمين مي العام جناري نقص خوك دانجي مقوم يكون صفة لماذا لللفظ صفة لللفظ أما العام جناري نقص وندو معنى ودو اللفظ وندو من نخا وندو معنى إذن العام يستعمل في المعنى والعام يستعمل في اللفظ يستعمل في اللفظ. إذن كم بعد ذلك المؤلف رحمة الله عليه عريكة صيغ العام تطرق إلى صيغ العام ما كت كن جرى جمع منها مباشرة عرو أيوة صيغ العام. طيب كم مسألة كن ساسواجها وغني في صيغ الأمر تطرقنا إلى المسألة هل الأمر صيغ أم ليس له نفس المسألة تتكرر ها هنا. يعني نفس الشيء ورأيتني هل للعام صيغ أو ليس له صيغ كم بركة مسألة كيلين كت كتير مسألة بمعنى سربيني قبل أن كلام الله كلام نفس يكون ولا أنت ليس له صيغة. أما عند أهل السنة والجماعة يرون أن أنت للعام صيغ كما للأمر والنهي صيغ. وكتابكم كي الصيغ يغني أريتا أربعة عنوان ذكر هذه فقط بل أتوقع إذا تنفوا بين أم الباب في العام وكتاب أم الميريد كان دوكان كان ها عدوكا كل عدو جميع. هذا أغرب شيء لماذا أغفل كل وجميع بما نعجل كبيني ريتي أن يكون يأخون ديني أنا كل كن دو عامولي بس كل كن دو جميع دائما وابدا نعجل سير سنجا سفن عامون كن كم بانا كل عدو جميع كنت تغفل يخلال أسف. وكتابه مكة أميرت كتانك التقوى يلهم منو نسخ أخو النسخني يا مخبا احتمال أراك النسخني مخ بو احتمال كنجي ما نيا يمنتو لكونها معروفة كم أكندان كتانك كل كندو جميع يوم فيلد بيكون عند كوكو للعام بناء على ذلك كونها معلومة لدى الجميع أريد تخنو كوبين فت معلومة لدى الجميع أركلت بكران يندق بورخه يو خاتقوا أنت مفترض أنا كل كندو جميع ريتا إذا عارفيني نختيارت عارفيني نختيارتي وين كان عنا اللي كتي كتاب أنت نخانيني إرسياغنكو يقول إرسياغنكو جوفان إلى 25 صيغة 25 أحسنت شوز كثيرا 25 صيغة. إذا جمعت فوباتي الاسم الواحد المعرف بالألف واللام واحد عنده المفردين بمعنى المفرد ألف ولام كن ألف ولام إتنكيادن ألف ولام الاستغراقية بمعنى ألف ولام للاستغراق. إذا نعكر كم ور نقص ألف ولام نارو مفرد نخونا ألف ولام جعنا استغراقية جنسو كم بري عمو كل ما يصلح أن يدخل تحت اللفظ مثلا خو إن الإنسان لفي خسر يعني الإنسان كيسا سواجه مفرديا مجموعيا مفرديا ألف ولام اللو ألف ولام اللا نخو. إذن ألف ولام كي أنت ألف ولام نبيني قارونو مفردنا باني في اللفي إيتغان مسيكو باني أفكين أعيقن ألف ولام الاستغراقية أهديا قاينو خواجتي فعسى فرعون الرسول كي ألف لام كي بغنا إلين كات رسول كي بذكرة سابقا. إذن يخاد توانونا تنغنى يمول أن ألف ولام الاستغراق يعني ندو ألف ولام كتوك بغمي كن نقو نق ألف ولام كي أغنى بلوخ كل لغا ساقنا باتنجو استغراق يعني مثال إنسا سواج أغتر إن الإنسان لفي خسر إسكال اللاتين إن كل إنسان لفي خسر. إذا أمكن استبدال ألف ولام بكل فهذا الدليل على أن كان ألف ولام استغراقيا.
ادو قد عاده ان تكون قد خير سوا ان الانسان لفي خسر استثناء قران كنت استثناء غير يرون نقص اول انت امن ينو بس استثناء لغت الا الذين امنوا اذا كم بركه تنك خرسا في لندن غتي اسم الجمع المعرف باللام اسم الجمع المعرف باللام يراغت اسم الجمع خوفا غاغت الاسم الواحد يد لا يقصد جمعا معينا اجد اسم الجمع لا يقصد جمعا معينا انما تندوات جمعيا من حيث المعنى اللغوي من حيث المعنى اللغوي بمعنى اللفظ الدال على جماعه بمعنى هو مفرد سواج يدل على واحد جمع يدل على ماذا يدل على الجماعه اذا كبر كده انواع الجموع كسرانهم انواع الجموع كيسوسو يسسرون خونغا بيرو بيروسو جامو مساسوات الف لام غنا رانو خونغا الف لام كي غنا لي الاستغراق ياسو كمبركي تانكي يفيد العموم يفيد العموم بو وسقات مو بي جامو كي انواع ني جامو كي خا جامو نو غاتو كان اسم الجمع نو اسم جنس الجمع نو وغير ذلك من انواع الجموع اذا اسسرون خونغا الا جمع القلم بان خلاف غا كما بعض العلماء اتي جمع القله لا يدل على لا يدل على العموم حتى هذا يعتبر قولا مرجوحا انما نورمال جمون كوكون تشوسو الف لام كان غران خو استغراق ني غران يسو كان بركه تانك يفيد العموم مثال ان الابرار ان الابرار ابرار الف لام كي بيغانو يفيد ماذا العموم وكذلك ان الفجار كها يفيد ماذا العموم كذلك قوله تعالى الرجال قوامون على النساء نساء جمعوا ينخا إذن كده اسم الجمعية اسم الجمع من نخا جمعوا كبه مفرد قد من لفظه مثلا النساء مفرد من نخا ها كلمة أي عين يا إمرأة بمعنى تا مثلا الرجال مفرد من رجلين كلمة بانو كوان يوخا بمعنى جمعون يغنون ساسواتشا ابن قلنا اسم الجمع كان جمع اول ان اللفظ ليس له مفرد من الفاظه هو مثلا سواء النساء اذا اسم الجمع متى ما اتوا قد الف لام غنا رانو خد يعتبر ماذا يعتبر انه يفيد العموم خاجه الرجال قوامون على النساء يخرج سؤال لنا نخو ما كان في برانتي طيب جمع ثاني نويات كان اسم الجنس الجمعي اسم الجنس الجمع كن كن نخا جمع به ادي مفرد تمبانا بكمي مثلا ما كان يا نسبة جمع كد مفرد في بانا بكمي تا خص سواج ان البقرة تشابه علينا بقرك بقرتك ايش الفرق بينهما مفرد وجمع تاكبانا بكم اذا المقصود هذه تعتبر نماذج فقط وإلا أساسا جمون كوس سسواني ألف ولام غناري نخنتا تفيد ماذا؟ تفيد العموم تفيد العموم بعد ذلك عركتي نوعة من أنواع الصيغ أتي والأسماء المبهمة الأسماء المبهمة أسماء مبهمة نقوم النقو أسماء الشرط لون كي ينخو أسماء الاستفهام لون كي ينخو أسماء موصولا لون كي ينخو بمعنى كويسة سواتا لو دخل في التفاصيل هذه فقط ربما سيكون هناك عدد كبير جدا من السياق بس كان أنا فاي أسماء الشرط كم عددها أسماء الموصولة كم عددها أسماء الاستفهام كم عددها كثيرة جدا يحاكم دي مغصو حاول أن ينتقي بعد الأمثلة حاول أن ينتقي بعد الأمثلة مثال فنادى قريتي من هات في من يعقل خوانات من يعمل سوءا يجزى به ير من كي ساسواتشا يطلق على من كي المقصود هنا بمعنى اسسوال لورانو اسسوال لورانو بمعنى تخصيصين دي فوتان سنتي اسسوال لورانو سيري سو انغنا غول لبي دبر انغنا غول بور بي دبر الله نانتو كانتي وان كان من كي في غالب الاحيان يطلق للعاقل وان كان احيانا ايضا يطلق لغير العاقل خواجتي ومنهم من يمشي على اربعين ما قينو وما عادة فيما لا يعقل وما تفعل من خير يعلمه الله وما تفعل من خير يعلمه الله أي خير نفس الشيء أي خير
خواجتي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أيهم أشد على الرحمن. إذن مثلا أي عمل تعمله الله يعلمه، نفس الشيء بمعنى يكون عاما لكل العمل. كذلك أين حينه، كذلك أين ينمو ويتون أنت أين يأتي شرطية وقد يأتي استفهامية. خو أينما تكون، أينما تكون يدرككم يدرككم الموت. طيب متى نفس الشيء، متى في الزمان، متى أخرنا للاستفهام للاستفهام، متى تأتيني، متى تأتيني أو متى الساعة أو متى الساعة. كذلك مع الاستفهام يا خو وقدان ما موصول يعني مخمب كم بلاركتي أتلا في النكرات، لا في النكرات كم مثلا وصول ممتنا النكرة في السياق النفي، في سياق النفي بأن يوصل ممتني إن مثلا كخور إن تنكر في سياق النفي والنهي والاستفهام كوس يفيد يفيد العموم يفيد عموم. يخاو كتاب مبين كأنه لا كأنه له مقصد في هذا بس وصول ممتن بقى بيتنا من نخيتنا النكرة في سياق النفي. إذن إن قل لك جنغ ما نحكم نكراك يحكم مغنين في سياق النفي خو مطلق ويلاتي النكرة في سياق الإثبات. يخا قنت قنت صاحبنا أكنت من نحكو أكنت لا في النكرات كأنه يعتقد أنت عمومك سببه لا كيا كاملة كان إشكال بيغانو ساسواتشا بو نكرة إذا كان في سياق النفي نفي كغني لا لا فيسو لا يستفيد العموم. مثلا غني ما غن أنتي ما أحد في البيت ما كان أنتي لن يغن ما فوتنا غن من أتون قد من حروف النفي سواء كان بما أو لن أو لم أو حتى ليس أو حتى ليس. إذن أدغامي كيس سوى إشكال يعني بس أكينجر قول لك يجوا لا كيف كم ما الصحيح ننتي لا ليس هو السبب، ليس هو السبب سبب إفادة النكر العموم إنما هو كونه منفي فقط. وهذا النفي سواء كان بلا أو كان بلن أو كان بلم أو حتى كان ب أو حتى كان ب بليس. لذلك صاحب البحر المحيط أجن خزر كشي وبحر المحيط يعتبر الموسوعة في أصول الفقه بمعنى كتاب دين كيان في ست أو سبع مجلدات في أصول الفقه تقريبا كتب بيني يعتبر من أكبر كتب في أصول الفقه كتاب كفينية زركشي. والكتاب تميز بماذا ننتي أن سري بمعنى توانا جيب 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 يعني الكتاب من تأخذ له يخانا على زركش عن الدقام ينن في المسائل الأصولية على زركش عن الدقام ينن في المسائل في المسائل الأصولية. إذا كبره كنقطة كنت أريد أن نؤكد على هذا ننتي وكتاب مكي قري أجر خبارك يجوك الله كبير كما كنقو فيه إشكال إنما صحيح ننتي عندو من نخا ديقامي كندو نفي كياتا. لذلك ناتي وما من إله إلا الله نفيت كل إله. بعد ذلك أثبت أثبت العبودية لله عز وجل مع أن يري لن تيري من يفغير لن تير من يفغير من يفغير. إذن مثال بوكبينغ ما يتعلق بها آية تسوات ما قام أحد ما قام أحد ما رأيت ما رأيت أحدا ليس في الدار أحد بمعنى سبانه كوسوس تفيد العموم بل توانو يغني ولا ننتكي من أقوى أقوى صيغ العموم. النكرة في سياق النفي عند بعض العلوم عند بعض العلماء من أقوى من أقوى صيغ سياق الأموم. إذن كبر كنا ندعي وسقاط مخم بخو تنبيه أفغيره لا لا دعاء مكن دعك كم من بروم أعير هنا أنت المؤلف أغفل كلها وجميع مع أنهما أم الباب مع أنهما أم الباب ولا ربما أم ودي سحوا ما كنا ندعي نساخني بس جني كبر توانا عندي كتاب إنجفا سرنتان ينات كنا نساخني كون كان كتاب كسبان بكا توانا كما غسرون نوت باكين قام كتابي كسان كن كوندي لذلك ان غاين مخطوطات ني غاين ميوالين ان اي زياده كي مخطوط كان انتي انت كيتيري انت كيتيري مخطوط. كل امثله كل كثيره جدا كل طعام كان حلا
لبني إسرائيل. أجد فسجر الملائكة ملائكة فسجر الملائكة كلهم إذا كسوا من صياغ العموم. بعد ذلك رحمة الله عليه عركت مسألة وهي أيضا مسألة مهمة. كن من نخا كن يأتي والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. كأنتي نجتي أتعلي أتعرف كدوقة نجتي أجر ما كبرت سواجا أنا كأدا مذهب يمين تموت. بس كافجي مذهب بنغاني نيرة كمسألة مشهورة جدا في علم أصول الفقه. هل العموم من عوارض الألفاظ فقط أو الألفاظ والمعاني؟ لا يشكون أنتي من عوارض الألفاظ بمعنى اللفظ يكون عاما، ما عندهم شك في هذا. هل المعنى يكون عاما؟ ويري المثال كده ساسواج. طيب أكنا أري مذهب بنغاتي والعموم العموم ساسواج، وتنن هناك فرق بين العموم وبين العام. إذا هنا ما قال العام، قال على العموم، أي تناول اللفظ لما يصلح له، هذا هو العموم. بعدين تفهم عامية كمتنا اللفظ يقع هنا يتكلم عن العموم، يتكلم عن العموم بمعنى هل يمكن أن نصف غير الألفاظ بالعموم؟ مثلا قل لنسا سواجا فارغنا قل لبدا برسا سواجا أنت اللفظ في دنو قل لك حكاية حال قل لك ورأيت عامية خوة غير مثال بينك وتسا سواجا مثلا كيف يمكن كي إذن أكينها مذهب بانغانتي على بانتي أتمنىها أتوى العموم من صفات النطق. يرى النطق بمعنى مصدريا ولكن المقصود به مفعول به بمعنى المنطوق، أي من صفات المنطوق. أولا المنطوق يغندو منه الألفاظ. إذن بناء على هذا عنده لا يجوز وصف غير الألفاظ بأنها عام. إذن كم رأيك النقصة سواتها لفظ معنى عام، أما المعنى لا يكون عاما أبدا. لذلك أيلا دجامي كتلا تأكيدن أجر كبيري تفكر كن يقو خيلا تأكيدن أجر تقول العموم من صفات النطق فأكد قال ولا يجوز دعوى العموم أنت تل أنجا عموم جامون تكون أنجا خلك تفوتنا في غيرها أنا يكين اللفظ فيه بس وقنا تسيار سيغان يندن دجامي كيف قادو كيا وقنا تلي العموم سيار. إذا هذه السيار هي الألفاظ إذن لا يمكن نفهم العموم في غير السيار. لا يمكن أن نفهم العموم أو نستفيد العموم خارج تلك الصيغة التي مررنا بها الآن. كبر كتانك فودان فوقنا نيني أرانت نيان دليل ننتي عاميا. إذا مسألة كيف يعني مسألة خلافية. يخال قراءة في خونجر خونجر كوخرانج مقام بكتابك في العقد المنظوم. أجر كمسألة رتي أكيد ممن يرى ننتي ننتي اللفظ يكون عاما والمعنى يكون عاما بمعنى أن العموم من عوارض المعاني كما هو من عوارض الألفاظ. لذلك أتي اعلم أن كما نقول لفظ عام أي شامل لجميع أفراده فكذلك نقول للمعنى أنه عام أيضا. إذن هذا هو المذهب الأول. كن ولا ننتي لا فرق خو لفظ كان عام مهم به معنى كان عام كن دنيا. بعد ذلك أرى مثال بقبل لسا سواد أتوقناتي العدد عام أتكمل كده الزوجين دو فرد يسرون نخونا الزوج والفرد يسرون نخونا. مثال لسا سواد اللون عام ألوان كسرون نخونا يوحى كلمة اللون كي يرسا سواد أيام ديامي كدو لفظ كي ديامي كدو معنى كي خب مثال لسا سواد حتى يكون الأوضح المثال يقول تساواتي وغنى تساواتي مطر عام أنت مطر لفظ بيجن مطر عام مطر مفرديا ثم عام كوصفيا. يعني من حيث الألفاظ لا يمكن أن نستقي العموم من العبارة بتاتا. يوحى لفظ كي ما ننكر أولا أنكم كم كيلوغون ديام نقصته بمعنى أولاتي اليوم نزل مطر عام
في الدكار كمبر النورمال ما دينغراس الدكار دي كم جوفي يو هايسكي كونو متر كان تكون على الدكار سوا لوجو اسكي ورود بك لفظيه ما ورود بك معناه ورود بك معناه ورود بك معناه ورود بك لفظ بس يرى انا فايس سيغا سنتو غا كوين نانتي نانتي يفيد العموم يفيد العموم قوم مثال سوغاتي عدل عام بس لو غنا سيفن تون كان جوان كاموغاتي عدل عام كما اتلمون تا هو سوا ara suswa log mawnati rihun amma fanke nyangir fanko logonti idan yersa sawati yere maani nuko fugado kiya bimana hal yumkin yere wana qusa wana qusti sasa aga rihun am bimana am nuqsu tukh illa takhsis ngana nanti illa kada illa kada idan masala ka fiyani kiya amma qarafi wa ghayruhu min al usul kun wala nanti ke masala kun sasa wacha fil haqiqa خوغات اللفظ دن عام مخمب نفس شورات المعنى قدنا عام ولا إشكال وبالتالي أحيانا عموم الله نصوص يغني سسواتا عموم كي ونود بك من نخانه ونود بك معنى نخو ونود بك لفظ نخو وإن كان أصلك اللفظ لذلك لا يختلفون في الألفاظ الألفاظ محل اتفاق أنها من عوارض العموم من عوارض العموم توانا نغني تيتي أي إتي لا يوصف المعنى بالعموم يغنيت لا حقيقة ولا مجازا المعنى معنى لا يكون عاما يغنيت أي يكون عاما يخا مجازا كاران حقيقا كاران بي إتي مثال إنسا سواج إتي تقول تقول وغنى فايندي وغنى فايندي كات لفظ عام يعني أفراد بيني جارون عام كي نقول سنك بان سنتي فوني فوني كل نفس ذائقة الموت كلا كيس كونا مبومي كلا يا أصبعنا بمعنى الأفراد كله هذه الأفراد تستوي وكيتان جيت خا وغنا المعنى كنا كون سواتي مطر عام كم كم كل لون جان تخد دكران يره مرمش جان تخيره أخوتو دوك أنا أخوتو دوك بمعنى تفاوتين هنا إذا كبر عموم كليسا ليس منضبطا بناء على ذلك أتي معنى كارنا وغنا معنى عام نقص يكون من باب المجاز ليس من باب ليس من باب الحقيقة ليس من باب الحقيقة إذا كبره كو أقوال نسكي أنه سربيني غا خطان لولو سربيني غا خطان لولو سربيني غا توسط ننتي أو نمو يخا ولكن يكون من باب من باب المجاز ويخا غانتا جوين كم مذهب واضح وضوحا وضوح الشمس لذلك المذهب كرك نتأكد ننتي ولا يجوز دعوة العموم أكنت ولا ننتا أن ولا ننتا تجمع نهائيا أنغاتي ني ما نندن عامين في غيره من الفعل يري أر مسألة نريد من الفعل بمعنى فعل إنسا سواج سرعنا قول لي بدبر مثلا فارعنا قول لي بدبر أنت فارعنا ديجام كتانك أمم كي أنو تا ديجام نوخي خاهي أنا فارن دو قول لي بدبر راوي اللي سا سواج أر قول لي كي أر حكاية ودان إسك قول لي كورا يعني قول لي ورا كي نقول لي عامين سا سواج ها مثال إنسا سواج سبت ننتي راوين دي فارين تشلي كعبا نخو اسك الله تي اجت صلي سلك عام فعليا يفيد العموم بمعنى سواء كان صلاه فريده او كان صلاه نافله او تلا ننتشلي ان ننتشلي كعب نخو مثلا كيف كان كي يعني سيربغات اتون قدي الفعل ايضا يفيد العموم كم يتجات صلى رسول في المسجد بس كاتيا صلى بمعنى اطلق أمتي صلى فريدة أمتي صلى النافلة إذا كبر أوري ننتي أو تل النافلة دو فريدة جسال بس عموميا كده كده تحتاج تبغى تي نافلة فريدة بغاني تحتاج إلى ماذا إلى دليل التخصيص أما كوكم بيني قبل ننتي أتوقع قد فعلا نيان عام خو كيبو خو كبر كده كده فريدة تروم بس باتفاق نتاعي كبر سليم نافلة بس ركعتين يا رجع أجري أجري سل أجت وما يجري مجراه وما يجري مجراه توانا تير يقصد قضايا الأعيان قضايا الأعيان كان قي وصول في قن نقون غا فين بمعنى أحيانا فارن كيتي وكيتين يوغدان إس كان كيتي يعني كيت لوغون تي يسوسوال لوران خمبا ساسوات بمعنى أجر قول لك يبقى قول لي سلقنا إذا أمكننا أن نستفيد منه العموم بمعنى يشمل كل الأمة ما كان انت وناتي خاص بي اجر قضيه كده برسي بدا مثال انسا سواتي تفارنا قضى
بالشفعة للجار. باب الشفعة مشهور جدا في الفقه. تخلون باللساسات نيغا ناي خامخا نيغا خاغما تخان خاغما تخان خفي اللساسات با نغا تي خلن قبونو ما غنا خوب سي راني انغم انغم بغا خال الله الله سيكي انا بوسكين كما ما انغن نخوب يري فارين غا سرندي تخلم ادي تخلم ماكي قد له نتا تخلم ماكي حقين دا غنا كبل ماكي نيغا كيف دو ما يرساسات فاري اتي قدات فارين فارين غا اكيد يركيته فعليا لا من حيث الالفاظ امونتنو اتي اقدا للجار. طيب هل يمكن ان نقد لكل جار؟ يتخرج على المساله يتخرج على المساله كان من كان بمعنى هل غير الالفاظ تكون من عوارض العموم ام لا؟ كما سلكوا سواك يعني خلاف جبي ان طوال مسائل فقهيه يعني افوق بين الكتكيه يقولون والله ننتي لا 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 لفظ مري يدل على العموم وبالتالي نحن نعتقد ننتي عموم كجوات انت عموم تا صيغه ينو اخا الفعل ليس له صيغه انما الناقل ينقل ويحكي بينما اذا تكلم اما فارنغ ناس في حقه بكذا غاسفو كوان كتانغ صيغه غانو يدل على العموم او يدل على الخصوص. اذا هذا ما يتعلق بمسائل بيني غير في العام كتابك مختصر يقول لك والا هناك مسائل كثيره جدا متعلقه بالعام ولكن اكتفى بهذه المسائل تخصيصيه فقفلي والخاص ولعل ونكن الدرس مستقل باسم احسن. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شرطيان جزاك شرطيان جزاك شرطيان